أبارك لابني الدكتور محمد عبد الله رقيبة تخرجه من كلية طب الأسنان وحصوله على مرتبة الشرف الأولى، أسأل الله التوفيق والدرجات العليا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهني ابنتي وفاء الكيبي تخرجها من جامعتها القصيم وحصولها على مرتبة الشرف الثانية، وأتمنى لها المراتب العليا يا رب. ما أجمل الوفاء بعد العطاء، وطننا قدم الكثير والنفيس من صحة وتعليم وأمن وأمان، وهذه مخرجاته هذا اليوم، فوفاء منا ورد لهذا الجميل برفعة هذا الوطن في شبابنا السعود وشباب التحدي في رؤية 2030. شكرا مقام سيدي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وأمير منطقة القصيم، وإلى منسوبي جامعة القصيم على ما قدمتم. والد الدكتور صالح عبد الله القصيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبارك لابنتي ميمونة أحمد رقيبة على تخرجها من كلية إدارة الأعمال بتفوق ومزيدا من النجاح. أبارك لابني بندر عليان عايد الحربي تخرجه الرياضيات، الله يوفقه وأنا أفتخر فيه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. في هذا اليوم الجميل مبارك تخرج ابنتي الغالية منار من رياض الأطفال مع مرتبة الشرف الأولى، متمنى لها التوفيق في الدنيا والآخرة. أبارك لابنتي سديم عبد الرحمن المهوس تخرجها من تخصص الأحياء بكلية العلوم بجامعة القصيم ونيلها شهادة البكالوريوس، متمنيا لها التوفيق والسداد وأيقونة عطاء للوطن بإذن الله.